فيديو نمبر 3 فور ريفيجن فور جونيور 4 فيرست ترم. هنكمل ريفيجن على اهم البوينتس اللي ممكن تيجي في الاكزام. بعد كده خلصنا الجزء بتاع الجيومتري، عندنا بعد كده المالتيبلز والفيزابيليتي والفاكتورايزيشن وكل ده. ايه اهم البوينتس اللي ممكن تيجي لي فيها كويستشنز؟ مثلا تشويسز، يقول لي dots is a multiple for all numbers و dot is a factor for all numbers، مهمين جدا. zero is a multiple for all numbers، الزيرو result في كل التابلز، كل التابلز عندي هلاقي فيها number times zero equals zero، يبقى الزيرو ده هيطلع لي result في كل التابلز، يبقى zero is a multiple for all numbers. وان one is a factor for all numbers، ان اي number ينفع عمله times one هيطلع لي النمبر اللي موجود عندي ده، فبالتالي هيبقى الون فاكتور للنمبر. يبقى عندنا التو كويستشنز دول مهمين جدا. بعد كده عندنا البرايم نمبرز، وقلنا ان البرايم نمبر هو النمبر اللي ليه only two factors، one and the number itself. طيب يبقى two هو smallest even number، او the only، مش smallest، هو the only even number، even prime number، الوحيد البرايم نمبر الوحيد اللي ايفن هو 2. اي برايم، اي ايفن نمبر تاني مش برايم. ليه؟ لان هيبقى عنده فاكتور غير ال1 والنمبر اتسلف اللي هو 2، فبالتالي ما بقاش عنده 2 فاكتورز. لكن الايفن نمبر الوحيد اللي برايم هو 2، ليه 2 فاكتورز بس، ال1 وال2، لان 1 تايمز 2 ايكوال 2 بس. يبقى ده برايم وايفن، ذا اونلي ايفن برايم نمبر از 2. طيب يقول لي dot is not a prime number، ايه هو اللي مش prime number؟ ال1 not a prime number. ليه؟ لان ليه؟ ويحط لنا طبعا في the choices 1 و 2 و 3 و 5 مثلا. اوكي، يبقى ال1 not a prime number. ليه؟ لان ال1 has only one factor، ال1 and the number itself، ما number itself ده اللي هو 1 برضو، واحنا مش بنعمل repeat للfactors، يبقى ليه only one factor، يبقى ال1 is not a prime number. بعد كده 3 يقول لنا dot is the smallest odd prime number، ايه اصغر odd prime number؟ المفروض the smallest odd prime number هو ال1، بس هو عايزه prime كمان، واحنا قلنا ال1 مش prime، يبقى 3 is the smallest odd prime number. دي الquestions اللي ممكن تجيلنا مثلا على prime numbers. بعد كده عندنا divisibility، يجي لنا number ويقول لنا this number is divisible by dots، وممكن يكتب لنا مثلا 2 and 3، 2 and 10 وهكذا. بنعرف ازاي النمبر ده divisible by another number ولا لا اصلا؟ يعني ايه divisible؟ divisible يعني ينفع اعمل divide وزود remain، ما يتبقاش عندي حاجة. مثلا لو عندي 742 اعمل divide 2، هنقول 7 divide 2، we don't have a number in table 2، give me 7، so go back by 1، it will be 6 and put the 1 beside the 4، 6 divided 2 equal 3، 14 divided 2 equal 7، 2 divided 2 equal 1، خلاص ما عندناش remain، عندنا 371. يبقى 742 is divisible by 2، نقدر نعمل له divide 2 هيدينا result without remain. okay، طيب امتى نعرف ان اذا كان الرقم النمبر اللي عندنا divisible by 2 ولا لا؟ اذا كان ينفع اعمل له divide 2 من غير remainder ولا لا؟ لو كان النمبر ده even، اي even number ينفع اعمل له divide 2. خلاص، يبقى لو جاب لي مثلا 7431 is divisible by 2 true or false؟ false، اليونتس بتاعته 1، ادم اليونتس بتاعته 1، يبقى النمبر ده odd مش even. احنا بنعرف النمبر even ولا odd منين؟ من اليونتس بس، ماليش دعوه بقيه الديجيتس. لو اليونتس بتاعته من 0 ل 8 يبقى النمبر ده even، كله على بعضه يبقى even. لو اليونتس بتاعته حاجه تانية غير الزيرو، من الزيرو لل 8 اللي هو 0 2 4 6 من التيبل 2، يعني 0 او 2 او 4 او 6 او 8، يبقى ده كده even. طيب لو 1 3 5 7 9، يبقى ده كده odd. خلاص، يبقى دي كده عرفنا ازاي نفرق بين الايفن والodd، وقلنا امتى النمبر يبقى divisible by 2 لو كان even. طب امتى النمبر يبقى divisible by 3؟ لو كان التوتال بتاع الديجيتس بتاعته divisible by 3. ازاي؟ يعني احنا عارفين table 3 الريزلت بتاعته 0 3 6 9 12 15
18 21 24 27 30 وقفنا لحد هنا. فلو جاب لي اي حاجه من دول divisible by 3 yes or no هنعرف اذا كانت divisible by 3 ولا لا. طيب لو جاب لي number من 3 digits، لو جاب لي مثلا 279 وقال لي النمبر ده divisible by 3 ولا لا، هنعرف ازاي؟ نعمل plus للديجيتس بتاعته، هنقول 2 plus 7 equal 9، 9 plus 9 equal 18. هل ال 18 دي موجودة في table 9 اللي احنا عارفينه في result كresult يعني في table 9؟ yes، ال 18 دي divisible by 3، يبقى النمبر 279 ده divisible by 3. يبقى بنعمل plus للtotal او total للديجيتس بتاعة النمبر عشان نعرف اذا كانت divisible by 3 ولا لا، يبقى النمبر نفسه divisible by 3 ولا لا. بعد كده عندنا divisibility by 5، امتى بنعرف النمبر ده divisible by 5 ولا لا؟ لو كانت اليونتس بتاعته 0 او 5 يبقى النمبر ده divisible by 5. زي ايه؟ مثلا عندنا 15 25 30 35. طيب لو عندنا 1745، بص على اليونتس، اليونتس ايه؟ 5، يبقى النمبر كله divisible by 5. اليونتس بتاعته 0 يبقى النمبر كله divisible by 5. لكن اليونتس بتاعته 9 يبقى not divisible by 5. طيب امتى نعرف النمبر divisible by 10؟ لو اليونتس بتاعته 0. اي نمبر، اي نمبر من اي عدد من الديجيتس اليونتس بتاعته 0 يبقى النمبر ده divisible by 10. طيب ممكن يحط لي نمبر زي ده في التشويسز ويقول لي this number is divisible by dot، ويقول لي مثلا 10 and 2 10 and 5 ويديني تشويسز. اعمل ايه؟ اجرب كل حاجة، اشوف الاول هو even ولا odd. لو even يبقى divisible by 2، اليونتس بتاعته 0 يبقى divisible by 5، اليونتس بتاعته 0 يبقى divisible by 10. طيب divisible by 3 ولا لا، نعمل plus للديجيتس بتاعته نشوف التوتال بتاعها divisible by 3 ولا لا، وهكذا عشان نحدد في التشويسز نختار ايه فيهم. خصوصا ممكن يجيب لي اكتر من اختيار، يعني الاختيار الواحد يكون فيه حاجتين مش حاجة واحدة بس. اوكي، مش اول بقى ما الاقيه even اليونتس بتاعته 0 يبقى ده even، يبقى نختار 2 يبقى divisible by 2. لا، طب انا مرة هيبقى عندي 2 5، مرة هيبقى عندي 2 3، لازم احدد هي اني 2 فيهم مع مين النمبر التاني. طيب بعد كده من ال questions او النوتس اللي عندنا ان any number divisible by dot except 0. any number divisible by ايه؟ by itself، اي number divisible by itself except 0، ما عدا ال 0 ما ينفعش اعمله divide لنفسه. 0 is divisible by any whole number except itself. ال 0 ينفع اعمله divide any number هيديني 0 ما عدا لنفسه، ما ينفعش اقول 0 divide 0. when zero is not a factor of any number، ما فيش اي number ينفع اعمله divide zero هيديني هو النمبر او هيديني يعني النمبر، لا zero times any number هيديني zero. يبقى zero is not a factor for any number. in the next video we will continue highest common factor and lowest common multiple.